دريس شويكا مخرج ومنتج سينمائي وتلفزيوني ومسرحي. زعما دخلت العالم ديال السينما في الاول عن طريق الهوايه، لما كنت عضو في الجامعه الوطنيه للانديه السينمائيه في المغرب، ومن بعد توجهت للعمل الاحترافي انطلاقا من واحد المجموعه ديال لي ستاج اللي درتهم في مجال ديال السينما هنا في باريس نيس في 85 86. ثم من بعد اشتغلت في الانتاج التلفزيوني ودرت واحد المجموعه ديال الافلام التلفزيونيه، منها اول فيلم تلفزيوني درت كان عنده نجاح كبير وخدا صيت كبير في المغرب. ديك الساعه كانت هي القناه الاولى هي اللي كانت في 96، سميتو صمت الليل، كان فيه مفتاح وزها زكريا وواحد المجموعه ديال الممثلين معروفين انذاك. ومن بعد درت مجموعه مهمه تسعود ديال التلفيلم، ومن بعد توجهت للسينما درت افلام سينمائيه. هذا هو الفيلم الرابع السينمائي ديالي. اول فيلم سينمائي كان مبروك اللي كان فيه عمر السيد وفركوس ديك الساعه كان يلاه بدا كيتعرف كممثل كوميدي. ثم درت فيلم لعبات الحب، ثم فين كاليام اللي شاركوا في واحد المجموعه كبيره ديال المهرجانات وخذوا جوائز، وفي مهرجان الوطني مهرجانات وطنيه، مثلا مهرجان الوطني في طنجه، مهرجان خريبكه، مهرجان السينما الفرنكوفونيه في اسفي الى اخره، ومهرجانات دوليه. ثم هذا الفيلم الرابع دابا في فداء اللي كيرجع شويه لواحد المرحله حساسه من التاريخ ديال المغرب اللي هي الفتره ديال الاستقلال والصراع اللي عاشوا المغرب قبل منها في ديك السنوات الاخيره. يعني الفيلم كيتناول المرحله نقولوا من 52 وهي المرحله ديال انشاء الحركات ديال المقاومه المسلحه، منها المنظمه السريه المقاومه المسلحه ديال اللي دار الزرقطوني بالاساس، واللي تبعتها من بعد واحد المجموعه ديال التنظيمات اخرى اللي كتدعو للكفاح المسلح، حتى الرجوع ديال الملك محمد الخامس من المنفى واعلان الاستقلال ديال المغرب في 18 نوفمبر 1955. هذا الفيلم الاخير فداء تم عرض ديالو في واحد المجموعه ديال المهرجانات انطلاقا من المهرجان الوطني، كان اول عرض في المهرجان الوطني السابق، ومن بعد تعرض في مجموعه ديال المهرجانات وطنيه ودوليه، وهذه اول عرض ليه في باريس في اطار هذا المهرجان الدولي ديال فيلم الدياسبورا الافريقيه. هو مهرجان خاص، مهرجان لقاءات ونقاشات حول السينما خاص بالافلام الافريقيه عبر العالم، يعني سواء اللي داروها افارقه في بلادهم او اللي داروا افارقه في خارج افريقيا. اذن في واحد المجموعه ديال العروض كتلوها نقاشات وندوات مع الحضور ومع عشاق السينما ومع الصحفيين، وهذا انفتاح كبير على 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 السينما الافريقيه في مدينه بحال باريس، لانه لقاء مهم خصوصا في هذه الفتره اللي كتعرف فيها السينما المغربيه واحد النوع ديال التراجع كبير على مستوى مثلا القاعات السينمائيه اللي غاديه وكتسد، على مستوى المستوى ديال الانتاج اللي غادي كيقلال، لان وصلنا لواحد المرحله كننتجوا حتى 25 فيلم 24 فيلم في السنه، الان تراجعنا رجعنا ل 14 15 فيلم في السنه، والا كملنا هذا العام شوف وحتى المستوى ضعف شويه، وكاين على مستوى التسيير ملي الوقت اللي قبل كان نور الدين السايل اللي هو رجل ديال السينما بامتياز وفيلسوف وسينيفيل وبيوني في هذا المجال، هذا كان واحد النوع ديال التسيير منفتح على الغرف المهنيه على المهنيين، كان دائما تشاور ونقاش الى اخره، كانت الامور غاديه مزيان. دابا الان جا مدير جديد في حقيقه هو في ولد المهنه، ولكن هو كيهتم فقط بالانتاجات الاجنبيه اللي كتصور في المغرب، لان عنده شركات ديال هو بريساتير دو سيرفيس،
ولكن الطريقه باش سير سي اس ام اختلفت نهائيا على داكشي اللي تعرف قبل، ولا واحد السير شويه تحكمي تسلطي وانفرادي وما كاينش تشاور ديال المهنيين الى اخره، ولات واحد النوع ديال الخباطه الى اخره اللي طيحات شويه المستوى ديال السينما المغربيه وجعلتها تراجع بصفه كبيره. ثم المشكل الثاني مع التلفزيونات، لان التلفزيونات كتشكل دعم كبير للانتاج السينمائي الوطني، بحيث انه دفتر التحملات كيفرض على القنوات الوطنيه، القناه الاولى او الثانيه، يساهموا في انتاج الافلام السينمائيه. يعني القناة الأولى خصها تنتج أو تساهم في إنتاج 12 فيلم سينمائي في السنة، والقناة الثانية 10 الأفلام، يعني 22 فيلم سينمائي طويل في السنة. والقناة الأولى خصها تشيل حقوق ديال 24 فيلم قصير مغربي، والقناة الثانية 14 هي 39 فيلم قصير. فاللي حصل هذه القضية كانت كتشكل دفعة قوية للإنتاج السينمائي، ولكن اللي حصل هو أن السيد المدير الرئيس المدير العام ديال القطب العمومي السي العريشي قرر بطريقة انفرادية بوحدو مع راسو باش ما يطبقش هذا القانون هذا ديال دفتر التحملات، لأنه تيقول السينما ماشي مهمة ربما بالنسبة ليه، هو كيهتم قال لك غير بالسلسلات والمسلسلات التلفزيونية الكوميدية الى اخره، السينما ما عنده ما يدير بها. دونك حرم الانتاج السينمائي من هذا الدعم اللي هو دعم مخصص ميزانيه ديال الدوله، ولكن هو دار في بلاصه اخرى، ربما دار مشات في الشيوب ما عرفتش، جو سي با بيرسون نو بو لو سافوار، ولكن على اي تحرم منها الانتاج السينمائي، وهذه خساره كبيره وتصرف غير قانوني نهائيا. قله او انعدام يعني دور السينما ما يمكنش كنشوفوها في المغرب. هذه يعني كاين هذا الجانب، الجانب ديال اغلاق ديال القاعات السينمائيه، بحيث هذاك المشكل حتى هو كبير، لان تزنا من مثلا باش المشاهدين يكون عندهم واحد المقارنه، في الثمانينات كنا وصلنا كان عندنا 260 قاعه سينمائيه، الان رجعنا ل 20 في قاعه سينمائيه اللي باقا كتشتغل باستمرار، والاخرين كلهم سدوا، كاين اللي رابوا كاع مشاو، وكاين اللي بقاو مسدودين. اذا كاين واحد التراجع كبير في القاعات السينمائيه، هذا مشكل ثاني اللي كتعاني منه السينما المغربيه، خصوصا وانا كنشوف بعض المدن كمدينه الناظور اللي كتنهدم اي سينما، ما كاين حتى شي. شوف نقول لك ما مع ذلك كنظموا المهرجانات الدوليه وكنعيطوا للممثلين ومخرجين يعني عالميين، هذا الشيء فيه تبديل المال العام، ديك الفلوس نقدروا نبنيو بها السينما. فوالا يمكن لا، هو كاين دابا واحد المجموعه ديال المهرجانات، تقريبا كل مدينه مغربيه فيها ثلاثه اربعه المهرجانات السينمائيه سنويه، هذه بلا ما نذكروا سميتها. المهم بالنسبه للقاعه السينمائيه، الا فتي هذاك المركز ديال المدن الكبرى، يعني عندك الدار البيضاء، الرباط، فاس، مكناس، طنجة، مراكش، اكادير، ما بقى حتى شي قاعة ديال السينما في المدن الاخرى، مدن كبار كاع ومهمين ومراكز حضارية كبيرة بحال مثلا مدينة القنيطرة ما فيهاش قاعة سينمائية، ماشي غير الناظور، الحسيمة، مجموعة كبيرة، اسفي، مدن كبيرة فريمون وفيها اكثر من 500 600 الف ديال السكان، ما فيهاش قاعة، هذه مفارقة كبيرة هذه بطبيعة الحال. ولكن مع ذلك كاين واحد مجموعة ديال المهرجانات السينمائية اللي جدية، وخا كتصرف عليها الدولة، هي مساعدة، كتعطيها مساعدة من الميزانية ديال الدولة، ولكن كتساهم في الترويج ديال الفيلم المغربي. وما نقدروش نقولوا، انا بالنسبه لي ما نقدروش نقولوا بانها فيها تبذير، يمكن يكون ببعض الاماكن تبذير ديال المال العام، لانه كاين مثلا ملتقيات وما عندهم لا جمهور لا والو، كيديروا لقاءات حميميه جدا وكيخسروا فيها الفلوس كما قلتي، ولكن الله غالب هادشي جاربي العمل كاع في ماشي في مجال السينما، كاع المجالات فيها هادشي. ولكن كاين واحد مجموعه قليله، هي قليله ماشي بزاف، ديال المهرجانات يعني في مستوى كبير، بحال مثلا مهرجان السينما الافريقيه في خريبكا، بحال مهرجان سينما البحر المتوسط في تطوان، بحال هذاك ديال الناظور، بحال السينما والهجره في اكادير، بحال السينما والهجره في وجده، بحال الى اخره. هادو واحد المجموعه ديال المهرجانات، مهرجان سينما المراه في سلا،
الى اخره، هادو عندهم وجود مهم وكيساهموا في الترويج ديال الفيلم المغربي. دونك واخا كتساهم فيهم صندوق الدعم ديال المهرجانات يعني من المال العام، كاين مردوديه، كاين مردوديه حقيقيه على مستوى الجمهور، على مستوى الصحافه، على مستوى الاعلام الى اخره. يعني سي ادريس شويكا، يعني كلمه اخيره، انت ابن يعني القطاع ديال السينما في المغرب، شويه الكلمه اللي تقدر توجهها يعني للمسؤولين على هذا القطاع هذا باش ينهضوا وباش ان الفيلم المغربي يطلع ويوصل اعلى المستويات. لا، انا الكلمه الوحيده اللي كنبغي نقولها، الكلمه الوحيده اللي كنبغي ناكد عليها، هو ضروره احترام الحكامه الجيده في التسيير ديال المرافق العموميه بشكل عام، وفي هذا المجال ديال السينما والتلفزيون لانهم مراكز حساسه جدا، خاص تكون فيها الحكامه الجيده، وخاص يكون فيها التسيير المحكم، وخاص يكون فيها التشاور مع المهنيين بالدرجه الاولى، وخاص احترام القانون. ما فيها، ما عندها حتى شي معنى ان الحكومه تدير قانون، دير فترة تحملات للتلفزيونات الوطنية، ويجي المدير الرئيس العام ويقول لي ما كيطبقش هادشي، انا بحال ما كيعنيش، زعما بحال اللي ولا دابا القنوات التلفزيونية العمومية بحال شي ملك خاص ورثو السي العريشي هو وسليم الشيخ، كيديروا فيه اللي بغاو. الان عاوتاني من بعد ما كان واحد السير مفتح، جانا عاوتاني مدير في السينما المغربي ولا دايروا بحال فيلم ورثها، حتى هو كيتصرف كيبغى، الدعم ولا كيمشي غير لصحابو، الافلام اللي كيمشيو للمهرجانات اللي كيشارك فيهم سميتو، كاين واحد اللوائح سوداء دايرهم هو، يمشيش الفيلم الفلاني، يمشيش المخرج فلان الفلاني، يمشي. اذا ولات واحد اللخبطه، واحد عدم احترام القانون، وواحد الميوعه ما كتصورش.